وليد مقداد بعد غياب رجعوا البيت، يعني رجعوا للكويت. تعالوا نسمع، يا ريت اخواني يشاركوني بوضع اللايك والاشتراك في القناة. ما كيفكم، شو اخباركم؟ اليوم عم نصور لكم فيديو من المطار. يوم رايحين واخيرا راجعين على الكويت اليوم يا جماعة، بعد انتظار يعني تقريبا كم شهرين ونص. صرنا يا جماعة شهرين ونص غايبين على الكويت او اكثر حتى. طبعا احنا يعني لا بالعكس، والله انبسطت كثير، كانت سفرة كثير رائعة. بالضبط، اشتقنا لبيتنا، اشتقنا للكويت، مع انه الكويت الا السحر الاجواء ولا صايرة حلوة، بس برضه اشتقنا للبيت وهيك. بالضبط، فاليوم راجعين انا ونور ان شاء الله على الكويت. حتصور بس حتى بساتك. هاي هم هون دخلوا البيت. والله يا اخوان اقسم بالله شعور مش طبيعي. اسمعوا، حس هيك يعني رجعت لي الروح، فاهمين كيف؟ اسمعوا والله حاسس بشعور مش طبيعي، يعني جد هيك حاسس براحة. الله بيت خلاص، انا من الصبح يا جماعة ومن أول ما صحينا وإحنا عم نضبط وإيش بنعمل أشياء وهيك. هلا الخطوة المهمة بعد السفر إنه زين على المية عشان